بخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كتستمتعوا شي بالوقت ديالكم ولا والو؟ هاد الصيف هذا خصو الاستمتاع، راه قريب عاوتاني نبداو الخدمه والجري وجري 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 وجري. اليوم حبيباتي جيت لكم بالحلاوه جيت لكم بالحلاوه. اشوفوا غتاكلوا لاطاخ وما تغلاضوش. هاد لاطاخ خاصه بالكيتو دايت البنات، بالكيتو دايت اللي داخله في هذا الريجيم ديال الكيتو. مرحبا بك، اجي تاخدي تاكلي براونيز كيحمق وما تخافيش بلا ما ينبك ضميرك من بعدو. اذا شنو عندي في المحتويات اللي غادي نديرها اليوم؟ اولا خديت الشوكولات سينا سكر، ما فيش سكر نهائيا، وهذا بالحليب. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده بدويه، بدويه البنات، بدويه، لان بدويه هي بلديه. عندي سكر ستيفيا، سكر ستيفيا هو باش تحليو الا بغيتو تحليو. وعندي واحد الكاس عامر ديال الشوكولات البني البودره خالي من السكر. وعندي كاس ديال القرقع، وعندي شويه ديال لوز ايفيلي، وعندي نص كاس ديال دقيق الكوك، وعندي كاس ديال دقيق اللوز، وعندي نكهات القهوه. انا بغيتها اليوم بالقهوه، جاني خاطري على الحلاوه ولكن يكون فيه البنه ديال القهوه اذا دابا غادي نلوحو ولا نسيبو ولا نديرو ولا كتحفالي في هذا المصطلح هذا. المهم غادي نحط الزبده ديالي تذوب مع الشوكولات، وها نتوما معايا كيف القاعده، دائما نتوما معايا. حطوها تذوب البنات. نسيت ما قلت لكم شرا عندي البيض، ثلاثة ديال البيضات خليتهم، جبتهم قبيله من الثلاجه وخليتهم البنات يديروا يسخنوا شويه. غادي نجيبهم حتى هما ونحطهم قبالتكم، ضروري كلا نقصان ولا زياده، ديروا الحاجه ديروها على حقها وطريقها. ثلاثة ديال البيضات ورشة ملح، ضروري تكون رشة الملح حبيباتي، ضروري رشة ملح. اذا غادرت هنا الزبدة تدوب، انا ما غاديش ندير باكية كاملة البنات، غادي ندير نصفها ولا النصف الاكبر حيت عندي الشوكولات البني، دونك خليت غير واحد جوج سطورة من الباكية. الا بغينا ناكلوهم هكذاك بوحديتهم بلا ما نخافوا من ان بلنا الضمير ديالنا ناري غيزيدني السكريات، هذا ما فيهش السكر اصلا، خالي من السكر ومزيان البنات، مزيان رائع. من بعد غندير لكم الشيكولا منزليه كيتونيه باش تبقى فوق ما تجيكم الكانه ديال شي طريف ديال الشوكولاته تهزوا بلا ما تخافوا، ما فيه بول كالوري ما فيه والو. اذا هنا غادي كندوب الشوكولاته وهذا، وغادي نزيد له ستيفيا السكر، خصنا ضروري شي الحلاوه حيت بنادم كي كيكون في الريجيم كيبغي شويه الحلاوه كتجيلو. انا غادي ندير هنايا ثلاثه معالق ديال ستيفيا، نخليها تذوب هنا مع الشوكولات. ثلاثه عامرين، ثلاثه من هادو عامرين ديال ستيفيا، ما بغيتهاش حلوه بزاف البنات، بغيت ندير المروره ديال الشوكولات نحس بيها. ها نتوما معايا كيذوب الشوكولاتو هذا، غادي نوريكم اوكي حبيباتي. يلا دابا البنات غنبدا نكب الشوكولا ديالي اللي ذوبت هنا مع الزبده بشويه بشويه. غادي نهبطو كاع الشيكولا ديالنا من هنا،
دابا البنات غنبقى نزيد المحتويات الاخرى. غنزيد الكوك هو الاول. دابا البنات بعد ما زبدت الشوكولاط غادي نزيد هذا ديال المر شويه بشويه. درت الكوك دابا نزيد هذا المر. دابا غنولي نخلط غير بهذا الباستول حيت تخيل تخلط مزيان. اذا غنبقى نخلط غير بالباستول ديالي بيدي. نكمل شويه هذا درنا، يمكن ما غاديش ندير كامل هذا الشوكولاط، ما نديروش كامل. غنزيد شويه الدقيق اللوز واحد النص، تبان لي راه بدات كتقصح. الدقيق اللوز البنات راه بحال الدقيق، كيجي البلاصه ديال الدقيق. ولي باش ديري الطحين غديري دقيق اللوز، تقدي اللي زعما كتجيها القضيه غاليه ولا دير مع الكوك، الكوك رخيص. طحنيه في الدار وانتي حصلتي على دقيق الكوك وديري به الكيكه ديالك كما بغيتيها. انا كيعجبني دقيق اللوز اون ميم طون في البروتينات اون ميم طون صالح لهاد الكيتو، دونك هو اللي كندير. ولكن اليوم راه درت حتى الكوك صافي. اذا باركت عليها وغادي نزيد لها القرقع. ما بغيتش نفرتت بزاف القرقع ديالي، بغيت نخليه باش يبقى كينقطعو يجي باين في الكيكه. فوالا دابا المول ديالي دهنتو بالزبده البدويه، ما كاينش الزبده فيجيتال لا فهاد الريجيم هذا، في غير ما هو صحي الدهون الصحيه. عندك الكوك ديري زيت الكوك، عندك زيت لافوكا ديري زيت لافوكا، عندك زيت البلديه ديري زيت البلديه، عندك الزبده البلديه ديري زبده بلديه، اما الاخرى لا. اذا دهنتو درت له البودره الكاكا. اذا دابا غادي نحط في المول ديالي. نزيد البنات واحد الخماره ما قلت لكم شنو بالاولى في المقادير، غادي نزيدها هي التاليه باش تطلع لنا الكيكه ديالنا. وغادي نزيد النكهه ديال القهوه. نبقى شويه الكوك، نزيد شويه نكهه القهوه حيت انا كتحمقني النكهه ديال القهوه البنات، تعجبني في الحلويات ديالي يجي الشوكولاط فيه ريحه القهوه رائعه جدا وما احلاه. شوفوا اللي كتوهم، اسمح لينا اللي كتوهم حقها في الجنه، والله يوفق وحايلها على خير وبخير ويرزقها الذريه الصالحه. انتما الاخوات انتما حقكم في الجنه. يلا حبيباتي دابا غادي نحطو في المول وندخلو الفران، انتما معايا. اذا البنات انا عدلتو في المول ديالي ودابا كندردر عليه اللوز ايفي لي خضر. غادي ندير له العافيه غير من تحت في الفران حتى يطيب، عاد ندير له شويه تحمر من الفوق. كنوزع اللوز افيلي على جميع الاماكن باش يجي في الوجه ديالو. هذا ما كان البنات.
دايره هكا جات معمره، جات النص، اذا غندخلها الفرن من بعد نوريها لكم. يلا حبيباتي انتما معايا، وها هي الكيكه البراونيز ديالنا وجدت، راه مازال شويه دافيه. درت لها البنات الكلاصاج ديال الشوكولات، درت فيه داك اللي تبقى لي ديال الشوكولات من اللي درتو داخل الكيكه، درتو مع واحد شويه ديال المعلقه ديال الزبده. من بعد زدت واحد جوج معالقات ديال القشده وثلاثه د المعالقات نتاع حليب الكوك، ثلاثه د المعالقات ديال حليب الكوك هذا. انا هذا كنحلو وكنخويه في القرعه وكنديرو في الثلاجه وكنبقى نستعملو في القهوه وفي الكيكات وفي اي حاجه بغيتها. اذا درتو هنايا، درت ثلاثه د المعالقات كبار ديال حليب الكوك والزبده وشويه ديال الشوكولاته اللي تبقى لي وشويه الشوكولاته البودغ، ومن بعد خويتو عليها تقبتها وخويتو عليها. دابا راه كتشربوا وحيت لكم واحد المرسو منها. البنات كتجي غزاله، براونيز غزاله. بالنسبه للشوكولا ديال باش دلافاج، درت فيه هاد الماء ديال السكر ستيفيا باش يجي حلو بحال الشوكولاط. هذا جد حتى هو صحي، حتى هو ستيفيا. البنات ديروا في القهوه، ديروا في العصير، ديروا في اي حاجه. اذا البنات هذه هي الكيكه ديالنا، شوفوا شحال معسله وشحال كريمي لداخل، والمذاق ما نقولكمش المذاق، المذاق. ديروها وردوا عليا الخبر. ومعمره بالفواكه الجافه، القرقاع واللوز، جايه غزاله البنات، غزاله غزاله. والشوكولاط عجبتني البنات، غنمشي ناكل داك الطريس داك الطروسه. يلا حبيباتي نخليكم على خير وبخير، مع السلامه، ولينا لقاء جديد ان شاء الله. غادي ندير لكم الشيكولا المنزليه لهاد الدايت هادي، باش فوق ما ترشق لك تاخدي شي طريف ديال الشيكولا باش شويه تجيبي السعاده ليلك، تهزي واحد الطروسه من تلقاه واجد عندك في الثلاجه بلا ما تمشي للسوق. اوكي حبيباتي، يلا مع السلامه، باي باي.